سورة الطور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والطور. وكتاب مسطور. وكتاب مسطور. في رق منشور. في رق منشور. والبيت المعمور. والسقف المرفوع. والسقف المرفوع. والبحر المسجور. والبحر المسجور. إن عذاب ربك لواقع. ما له من دافع. ما له من دافع. يوم تمور السماء مورا. يوم تمور السماء مورا. وتسير الجبال سيرا. فويل يومئذ للمكذبين. فويل يومئذ للمكذبين. الذين هم في خوض يلعبون. يوم يدعون إلى نار جهنم دعا. يوم يدعون إلى نار جهنم دعا. هذه النار التي كنتم بها تكذبون. أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون. أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون. إصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم. إصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم. إنما تجزون ما كنتم تعملون. إن المتقين في جنات ونعيم. إن المتقين في جنات ونعيم. فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم. فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم.
الجحيم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم. كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. كسب رهين. كل امرئ بما كسب رهين. وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون. يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم. يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم. لا لغو فيها ولا ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون. وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. قالوا إنا كنا أهلنا مشفقين. قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين. فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. إِنَّا كُنَّا مِنْ
إنه هو البر الرحيم. إنه هو البر الرحيم. فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون. يقولون شاعر نتربص به ريب المنون. أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون. ريب المنون. ريب المنون. قلت رب فإني معكم من المتربصين. قلت ربصوا فإني معكم من المتربصين. من المتربصين. أم تأمرهم أحلامهم بهذا؟ أم تأمرهم أحلامهم بهذا؟ أم تأمرهم أحلامهم بهذا؟ أم هم قوم طاغون؟ أم يقولون تقوله؟ أم يقولون تقوله؟ بل لا يؤمنون. بل لا يؤمنون. فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ أم خلقوا السماوات والأرض؟ بل لا يوقنون. بل لا يوقنون. أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون؟ لهم سلم يستمعون فيه؟ أم لهم سلم يستمعون فيه؟ فليأت مستمعهم بسلطان مبين. أم له البنات ولكم البنون؟ أم له البنات ولكم البنون؟ أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون؟ أم تسألهم
أَمْ عِندَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ أَمْ يُرِيدُونَ كَيْدًا فَالَّذِينَ كَفَرُوا هُمُ الْمَكِيدُونَ أَمْ لَهُمْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ سبحان الله عما يشركون وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا وَإِنْ يَرَوْا كِسْفًا مِنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُوا سَحَابٌ مَرْكُومٌ فَذَرْهُمْ حَتَّى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن ولكن أكثرهم لا يعلمون واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ فَسَبِّحْهُ 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 مِنَ اللَّيْلِ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.